السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار رياضة ومشاهير. أهلا بكم. وجه مدرب المنتخب الوطني الأول وحيد حلو لوزيتش اليوم الاثنين الدعوة إلى 4 لاعبين آخرين لينضموا إلى لائحة 26 لاعبا الذين تمت المناداة عليهم للالتحاق بالتجمع الإعدادي الذي يخوضه أسود الأطلس تحسبا للمبارتين الوديتين أمام كل من منتخبي ليبيا والغابون. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الأمر يتعلق بكل من وليد الكارتي الوداد الرياضية، عبد الكريم بعدي، حسنية قدير، نايف أكرد ديجون الفرنسية، عمر القدوري بوكسالونيك اليوناني. وسيواجه المنتخب الوطني منتخب ليبيا يوم 11 أكتوبر 2019 بالملعب الشرفي بمدينة وجدة 7 مساء، ومنتخب الغابون يوم 15 أكتوبر 2019 على أرضية ملعب طنجة الكبير 8 مساء. يذكر أن المنتخب الوطني يدخل في تجمع إعدادي مغلق بمدينة الرباط اعتبارا من اليوم قبل أن يتوجه إلى مدينة وجدة في 10 أكتوبر الجارية، على أن يرحل إلى مدينة طنجة مباشرة بعد نهاية المقابلة التي ستجمعه بالمنتخب الليبي. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي. إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وأن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم في قسم التعليقات. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى أن نلقاكم مع خبر جديد، إلى اللقاء.